اشتغلت محمد صبحي وكمان عملت مع الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه، عملت مع عنتر شايل سيفه. مسخره مشهد مسخره. وعملت معاه الغول حتى لا يطير الدخان وبوبس وانا اللي قتلت الحنش. حكايتك ايه بقى مع عادل امام بقى؟ انا عايز اعرف. افلام حلوه معاه، انا حبيت اللي هو بتاع استاذ رئيس قسم، اخر حاجه عملتها معاه. حبيت الدور ده، حبيت هو فيه، وحسيت ان هو مش حكايه ظاهره، هو ممثل، ممثل جامد جدا. سأل عليك عادل امام لما عيت؟ لا، هو كان يوم ما قلت له عندي بتاع، راح واخدني بالانجاجي كده، قال تعالى اقعد معايا بره، احنا بعد بقى لنا 30 سنه، قلت له 34 سنه بالظبط. قال لي يا خبر ابيض، العهد بيعدي يا ربي. حاول يغير الموضوع. تقول له ايه النهارده؟ احنا سمعنا ان هو يمكن يعني يكون برضو ظروف الصحيه مش جيده قوي، لكن طمنونا عليه. تحب تبعت له رساله تطمين تقول له ايه؟ ربنا يديك الصحه استاذ كبير، ربنا يديك الصحه ويقويك على الاقاويل والكلام الفارغ ده، ناس ما وراش حاجه غير كلام الفارغ. صحيح.